وفي الحقيقة هذه المشروعات التي يتم تقديمها في الوقت الحالي بدعم شديد من فخامة الرئيس، والذي يشكل في الحقيقة التأثير التحويلي لمشاريع البنية التحتية جيدة التخطيط والتنفيذ. وأود أن أقول أن التأثير التنموي لهذا المشروع وغيره من المشروعات استثمارة البنية التحتية المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة واضحة وجلية. الحضور الكريم، كما تعلمون العالم يواجه العديد والعديد من التحديات بعدما الجائحة، سلسلة غير منتهية من التحديات الاقتصادية، ويجري تخفيض توقعات النمو، ويصل التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات عالية وكبيرة منذ عقود.